السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من وين عبيت المي؟ من السبي. ايوه بري عليك، يعطيك العافيه. انت قلت لي بتعطيني رغيفين. رغيف واحد وما في غيره. ايه شو عم تعملوا له؟ بدي فضي نص الميات. ربيتك شو ازعل راسك يا بيت. هاي رغيف تاني، روح من وشه. شفت اللي على الحسبة يا بي؟ تعال هون ولا تعال هون ولا ايه تعال هات المصاري ولا الله يوفقك اترك لي اياهم. هات المصاري احسن ما اطلع بروحك يا حرامي. خدهم بس اترك لي حارغف اكل، والله جوعان. ليش ابوك ما عم تعمل خبز ولا؟ مو كثير على قده. اخذهم بس اوعى تعرب على اخي مره ثانيه، فهمان ولا؟ ماشي يلا ضربين من هون. خلاص حاج تبكي. هلا جمول بيضربني. لا ما بخليه يضربك. خلاص حاج تبكي شو بك؟ خذ كل هي. اعطينا عنك عمي. نعمي هون ولا؟ نعمي! الله يجيب قلبك وبدنك يا ابني. لك يا ابو مامون والله حرام عليك. شو عامل لك الصبي؟ فوق مو جاي يعينا؟ مش عم يشحد منك هو لحتى هيك بيأذيه. الله يخلي لنا الشيخ مالك، بس يعني بلا منؤودية هو بحاله ونحن بحالنا، لا بيقارشنا ولا منقارشه، مو ناقصني. لك يا ابو مأمون، ولا داير عم يترزق لقمته بالحلال، بالحلال. الله يرضى عليك، لك الأذى ليش؟ إذا ما بدك تجبر بخاطره، ليش تأذيه؟ ليش؟ هات إيدك لشوف. شيخي لا تحاول، جربت أعطيه أكثر من مرة وما قبل. ما من حول ولا قوة إلا بالله. إذا مين الشاب يا أبو وائل؟ والله يا شيخي هالولد وشه غريب عن الحالة، بيطل بين الفترة والتانية بيسترزق له برغوتين من هون برغوتين من هون. ومعروف أصلا من فصله شيخنا، ابن حرام بعيد من هون. لك يا ابني. لا من حول ولا قوة إلا بالله. لكن انا مو معروف اصلي من فصلي يا ابن الحرام. فكني بعد عني. ماني تاخرك لورجيك ولدنت الحرام على اصولها. شان الله. تعالوا. محرزين مني لك هدول؟ لا ابي اعطوني اياهم مشان اعطيهم لسمان الحاره. قولوا له يعطيك غيرهم. شان الله رجع لي اياهم، هلا ابي بيضربني. تستاهل، خليه يضربك، لازمك ترباية مشان تعلم ما طول لسانك علي مره ثانيه. بس رجع لي اياهم، والله ما عاد عيدها. يا محلاك بتعيدها. يلا اولاد ضربن من هون. بس لا تخاف، مسك لي قلك. تاخذ هدول؟ قل له انت اللي طالعت. طول ما انا معك لا تخاف، ماشي؟ تتذكر بيت ما اكل من لحمك سيخ النار شافيه؟ بكره بدي ادوقك اياها مره ثانيه. سيخ النار إذا ما بتجيب الغلة سيخ النار عم بيستناك انت وياه. شوف عملت خدوني ليه؟